الشيء اللي تسويه يا الدرويش. أيام تطيب بس الحاجة اللي تبغى تسويها اجرح القلب، وجرح القلب ما له دواء. تدور أحداث العمل التاريخي التشويقي حارة الشيخ على مدى 30 حلقة، ويشارك فيه أكثر من 60 ممثلا، حيث ينقل المشاهد إلى حقبة زمنية غير مستهلكة في الدراما الخليجية، وتحديدا إلى حارة الشيخ في جدة القديمة أواخر العهد العثماني. أنا اللي راح أقتل بيدي حارة الشيخ، ما أسيبها لحلافيت زيك. هذا المعلم درويش طبعا هو بلطجي الحارة، وهو يعتبر يعني الآمر الناهي حتى في كل تصرفات أهل الحارة، حتى اللي يبغى يتزوج لازم يستأذن من المعلم درويش. حارة الشيخ حكاية شعبية عن أخوين وبيئتهما ونشأتهما من خلال العديد من الخطوط الدرامية المشوقة والمترابطة فيما بينها بنسيج درامي متقن. كل يوم يقرب يعني نزول العمل أنا برتبك زيادة، ففي خوف بصراحة من هذا الشيء، لكن إن شاء الله الخوف هذا حقي يكون يعني خوف محمود، عارف اللي هو الخوف الطبيعي، اللي أنا أول عمل بالنسبة لي ضخم بهذه الضخامة. تدور القصة عن الأخ الأكبر الذي اتخذ طريق الضلال، والأخ الأصغر الذي اتخذ طريق التقوى والعمل الصالح، والصراع القائم بينهما وبين أهل حارة الشيخ للحصول على الزعامة. الدراما الحجازية دائما ما شاء الله ثرية، احنا تربينا عليها أيام الكبار محمد حمزة وغير ولجبه، بس هي توقفت ما أعرف إيش السبب. السنة الـ MBC عاملة زخم عظيم جدا لهذا الدراما، يعني أعتقد أنه صعب أن تتوفر هذه العناصر من مخرج النص إلى إمكانيات الإنتاجية، وأنت شايف ما شاء الله. أنا أسوي شيء عمره ما صار في جدة كلها. حارة الشيخ من بطولة نجوم أمثال خالد الحربي ومحمد بخش والعديد من النجوم الشباب، يعتمد المسلسل على تنوع الخطوط الدرامية والاجتماعية والعاطفية. هذا الخليط من الحكايات المختلفة المترابطة سيشكل عنصر جذب رئيسيا لمحبي هذا النوع من الدراما التشويقية. أشهد يا حارة، من فيك صح ومن فيك غلط. ماجد الفاسي، العربية. إذا كنت على قد كلامك أنزل الميدان.